إلى آخر التطورات العسكرية في محافظة مأرب، حيث أفادت مصادر عسكرية عن مقتل 12 من ميليشيا الحوثي الإرهابية وأسر 16 آخرين في جبهات القتال في مديرية جوبا جنوبية مأرب خلال معارك السبت. وأعلن الجيش الوطني مقتل العشرات من عناصر الميليشيا في كمين محكم استهدف مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في الجبهة الجنوبية لمأرب بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة. نعم، وتزامن هذا مع قصف مدفعي للجيش استهدف عربتين للميليشيا كانتا تحملان تعزيزات في ذات الجبهة، إضافة إلى استهداف تجمعات حوثية في مواقع متفرقة من الجبهة نفسها. وتشتد المواجهات في عدد من المناطق بمديرية الجوبة منها الجرشة والعمود، فيما تشهد جبهات الكسارة والمشجع غربي مأرب معارك مماثلة خسرت فيها الميليشيا الحوثية العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح. ولتفاصيل أكثر حول آخر التطورات ميدانيا في مأرب ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد هيثم منشلين مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة. مرحبا بك العقيد هيثم، يعني ضعنا في صورة المشهد الميداني وتطورات المعارك حتى هذه اللحظة. بسم الله الرحمن الرحيم، تجري معارك شرسة بين أبطال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل من جهة والميليشيات الانقلابية الحوثية من جهة أخرى في مديريات معرف في المديرية الجنوبية لمعرف في جبهة حريب والجوبة، حيث منيت الميليشيات الانقلابية بخسائر فادحة أثر هجوم كسر هجوم لها في جبهة ملعاء. حاولت أن تتقدم الميليشيات على أحد المواقع فمنيت بخسارة فادحة، وهناك أسرى وقتلى بالعشرات في ذات الجبهة. كذلك المعارك هي في مديرية الجوبة، هي جهة في ما بين مديرية جبل مراد ومديرية الجوبة، معارك شرسة. هناك مناطق أيضا مأهولة الميليشيات الانقلابية تحاول أن تستهدفها بين الفيلة والأفراد بصواريخ باليستية متجاوزة كل الاعتبارات ومعرضة حياة المدنيين للخطر. معارك ايضا اخرى دارت في جبهه الكساره في غرب محافظه مأرب، وصدت قوات الجيش الوطني هجمات للميليشيات الانقلابيه، ايضا بنيت فيها الميليشيات الانقلابيه بخسائر فادحه، حيث كما هم يعرفون ايضا ان هذه الجبهه هي دائما ما يواجهون فيها صعوبه الاغنام. نعم عقيد هيثم، يعني أعلن الجيش الوطني عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيا في كمين محكم استهدف مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في الجبهة الجنوبية لمأرب، يعني ضعنا في تفاصيل هذا الخبر. نعم، هي بالذات في جبهة ملعاء حاولت الميليشيات أن تتقدم في ميمنة عقبة ملعاء، طريق الرابط بين محافظة مأرب وشبوه على الشمال تحديدا في شمال مديرية حريب. حاولت ان تتقدم باتجاه الصحراء باتجاه مديرية الجوبة في هذه الجبهة، فمنيت بخسائر فادحة. يعني حاولت ان تتقدم باتجاه معسكر ام ريش. معسكر ام ريش هناك ارقام الجيش الوطني متمركزون، ويعني جبهة مرتبة، استطاعوا من خلالها ان يقودوا هذه الميليشيات الى كم محكم القتلى بالعشرات المتواجدة بهم حتى اللحظة. نعم، هناك خسائر كبيرة لميليشيا الحوثية أثناء سير المعارك على الميدان، لكن هل من إحصائية بتلك الخسائر سواء بشرية أو غيرها؟ نعم، بطبيعة الحال المعارك هي مستمرة على مدار الساعة، هناك إحصائيات تصويرية من خلال المشاهدات في الجبهات القتالية، لكننا لا نستطيع ان نحكيها تماما بحيث لصعوبه يعني التواجد في خطوط السماء. نعم، فيما يخص كذلك المعارك، هل من تقدم للقوات على الارض او من سيطره على عده مناطق مثلا او تباب لقوات الجيش؟
أبطال الجيش الوطني يرتبون صفوفهم ومن لحظة لأخرى، والمعارك الأخيرة هي فعلا أثبتت يعني الجدارة وتواجد وحضور قوي لأبطال الجيش الوطني في الجبهة، في جبهة حليب وجبهة الجوبة. كذلك هي أيضا متمركزة ومرتبة وضعها في الجبهات الأخرى. إن شاء الله في الأيام القادمة سنجد الجديد وترتيبات أفضل تمكن الجيش الوطني من استعادة أكثر من مكان في جبهات مأرب وغيرها. نعم العقيد هيثم منشلين مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة كنت معنا، شكرا جزيلا لك.